بمشاركة 16 دولة من حول العالم انطلقت منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، وبتستضيف مصر هذه البطولة العام الحالي في مدينة الإسماعيلية. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن هذه البطولة من الكابتن محمود لاشين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الخير يا استاذ رسان. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. بيك يعني كلمنا كده عن اجواء الفعاليات اللي شهدتها لحظات انطلاق البطوله في محافظه الاسماعيليه. والله البطوله انطلقت اول امبارح، عندنا 10 مسابقات، 11 سنه و13 و15 و17 و19. هي البطوله كلها للناشئين، مقسمين خمس مراحل سنيه صبيان وخمس مراحل سنيه بنات. فالحمد لله يعني الناس 16 دوله في وقت لسه الاولمبياد خالصه، فبتبقى برضك يعني ايه التكلفه بتبقى على الدول بعد استعدادات الاولمبياد بتبقى كتير جدا، فبتبقى المشاركات بتبقى يعني قليله جدا. بس طبعا لان مصر يعني احنا بقى لنا البطوله دي بتتعمل بقى لها سنين كتير، فسمعتنا الحمد لله كويسه، سمعتنا متعلمه، واحنا اخذنا شهاده تقدير من الاتحاد الدولي السنه اللي فاتت بعد التنظيم اللي اتعمل على البطوله دي، وكانت من احسن بطولات العالم. يعني احنا كل مره احنا اللي بننظم البطوله دي عندنا. في بطوله، دي بطوله مصر الدوليه بتنظم كل سنه في مصر في التوقيت اللي هو بتاعت نهايه شهر 10 ده. تمام. يعني ده دي ثابت لبطوله مصر في الاسماعيليه برضو، ولا مكانها ممكن يتغير كده؟ بس السنه دي لظروف الاولمبياد. مفهوم طبعا يا كابتن. الدول اقل شويه. طيب بيكون مكانها برضو في الاسماعيليه ولا ممكن نختار محافظه تانية؟ لا احنا مكانها كان القاهره، بس لظروف صاله حسن مصطفى السنه اللي فاتت عملنا فيها، وكانت من احسن الصالات يعني اختاروها في الاتحاد الدولي ان هي من احسن الصالات اللي ممكن يتلعب فيها في العالم في مجال تنس الطاوله. الامكانيات كانت غير محدوده، كل حاجه يحلموا بيها الاتحاد الدولي موجوده عندنا. بس للاسف ان هم السنه دي هم عندهم ارتباطات مع الاتحاد الدولي لكره اليد، فطبعا كان لازم نشوف بديل يعني. كان لازم نشوف بديل. والصاله الاسماعيليه يعني الناس كلها بتشيد بيها، الصاله رائعه جدا جدا جدا، يعني فيها كل برضك الامكانيات. الحمد لله احنا كمصر يعني عندنا بنيه تحتيه وامكانيات مش موجوده في دول اوروبيه كتير يعني. طيب احنا عندنا أفضلية وريادة في هذه اللعبة بالتحديد، واحنا ضمن أفضل 10 دول حول العالم، أخبارنا إيه بقى؟ تجهيزاتنا للبطولة عاملة إزاي؟ ولادنا وبناتنا عاملين إزاي في تجهيزاتهم يعني؟ والله البطولة هي البطولة في إيفنتين إمبارح خلصوا، اللي هم 13 سنة بنات و17 سنة بنات. فالحمد لله إن احنا جبنا 4 ميداليات. ندى البدوي جابت مركز ثاني تحت 13 سنة، وملك صلاح ودارين هشام أخذوا المركز الثالث. احنا عندنا المركز الثالث والرابع هم بيعتبروا ثالث، ما فيش ثالث ورابع، يعني هم المركز الثالث اللي بيوصل سيمي فاينال بياخد ميداليه، اللي خسر بياخد ميداليه. اسمها ايه يا كابتن معلش تاني؟ ايه اسمها ايه اللاعبه اللي حازت على الميداليه؟ ندى البدوي اخذت مركز ثاني. ندى البدوي دي بتلعب في نادي العبور. وملك صلاح وبتلعب في نادي بتروجيت، ودارين هشام نادي الزمالك. ده تحت 13 سنه. وتحت 17 سنه برضك جبنا مركز ثاني، نور صلاح بتلعب في النادي الاهلي، ودي برضك اخذت مركز ثاني. ويعني احنا ان شاء الله في 8 ايفنتات تانيين، في 3 هيخلصوا النهارده اللي هم تكمله ايفنتات البنات 11 سنه و15 سنه و19 سنه، وان شاء الله برضك ربنا يوفق كده بابطالنا ان هم يقدروا يجيبوا ميداليات تاني. وبعد بكره ان شاء الله تبدا ايفنتات الشباب الصبيان يعني. نشكرك كابتن محمود لاشين، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله، وبالتوفيق اكيد لكل اللاعبين المشاركين في هذه البطوله.